مرحبا، حلقة جديدة من طلفية عليكم لليوم، واليوم حلقة شعر بامتياز. اليوم ضيفنا العميد عبد الله وكيم تنحكي عن كتابه الجديد هون الدنيا يلي بيتضمن قصائد لبنانية. عبد الله حبيب وكيم من مواليد سد البوشرية، بيحمل إجازة بالتاريخ من الجامعة اللبنانية، خدم الوطن بانتسابه للجيش مدة 30 سنة، قضاها بالألوية المقاتلة ومديرية التوجيه، وتقاعد برتبة عميد ركن. كتب الشعر على أنواعه وشارك بالعديد من الأمسيات الشعرية والمناسبات الوطنية والندوات الفكرية بلبنان والخارج. غنى ورتل من كلماته عدد كبير من الفنانين البارزين، وصدر له هدير الشعر قصائد لبنانية عام 2008، وأسرعوا صوتوا شعب يعشق جلاديه مقاربة وطنية عام 2013. واليوم عم نحكي عن هون الدنيا بال 2016. أهلا وسهلا فيك عميد، اشتقنا لك. أهلا فيك ست رنا، ونحن كمان، وبدي حي المشاهدين وولاد المنطقة خاصة. أهلا وسهلا فيك. هون الدنيا كل واحد بيحكي عن ضيعته، عن منطقته، عن ضيعة اللي ربي فيها وكبر فيها، بيعتبر أنه هون الدنيا. اليوم هالقصائد اللبنية برجع تحمل هيك حنين إذا فينا نقول، وذكريات مجبودة بهالكتاب. خبرنا كيف طلعت معك الفكرة أول شيء. هو أنا ابن سد البوشرية، هون خلقت، والمرحوم بي تعرف عبد جدي، يعني أهل المرحومة أمي هون بسد البوشرية. نعم. وسيبت هي من ضيعة اسمها جوار الحوز، يمكن في كتار هون بالمنطقة بيعرفوها. ضيعة بالمتن الأعلى، ضيعة كتير حلوة، وكان المرحوم بي ياخدنا سبت كل لما نخلص موسم الدراسة دغري بدك تطلع على الجبل، ممنوع تضلي هون. ليه؟ لأنه بدك تصفي التفاح، بدك تروح على جنينة. هيك غرمنا بالأرض، كان مزارع، كان يشتغل بشركة موبيل، وكان مزارع بالوقت زيته، حب التفاحة واشتغلها وتعب وهيك حبينا الضيعة. نحن بتعرف الضيعة يعني ملعب للأطفال خاصة قديما. كنا بأول شبيبتنا مش مثل هلا، اسم الله عليك، كنا نلعب ألعاب جماعية كتير حلوة. بالفعل في كتير الماضي كان بيعني لي، وهون الدنيا حسيت انه هونيك الرواق، هونيك الطبيعة. هلا انت اللي بتفتشي على شغلة بتبدي بتقولي لي يا عميد هل كان يا جماعة بتروح ارتاح؟ وين بتروح ترتاح؟ بطلع على الضيعة بالطبيعة. صح عن جد. من هون اجت الفكرة وبلشت قصيدي ورا قصيدي وكرجيت. حلو. بتعني لك كتير هالضيعة؟ أكيد. يا لكليك قلت ضيعة، أنا مش بس أنا حاطت بالإهدى لجوار الحوز ضيعة أمي الحلوة، ولكل ضيعة بلبنان باقي فيها شيء من التراث العريق، ولكل الذكريات حلوة، حلاوة الذكريات الماضي. إنه بتعرف الضيعة اللبنانية كلها مثل بعضها تقريباً، تتشابه، بتختلف الأسماء 100%. حتى عنا سد البوشرية كانت قريبة للضيعة. نحن أصل من الدكوانة، بعيد عنك، ما تفنى الدكوانة. المرحوم بي وعم وخيو نقلوا على سد البوشرية. هلا سد البوشرية كانت كلها خضار، وكان البيوت الحلوة القديمة، وبتعرفي كانت كلها بالسبعينات شي 50 بيت يمكن. وبعدين اجى العمران وكسر، يعني خربها من ناحية تشويه البيئة. صح، عرفتي كيف؟ يعني اولاد المنطقة هلا ما عادش يعرفوا بعضهم. مش معناتها نحن ضد الغربية، بس يا ريت المنطقة ضلت هيك نوعا ما فيها وحيات خضرة. صح، بتريحك نفسيا 100%. وما فيها ما نقول انه كمان اليوم يمكن الرئيس بيشتغل انه يدلي يلاقي حدائق عامة بالمنطقة، حتى هالناس ترجع تتنفس شوي وتترك ولادها تلعب وهيك. بس قبل كيف كانت كل الضيوف يلي يعني عايشوا هون هن وصغار بيخبروني انه كانت بستين ليمون، وانه كانت مساحات خضرة كبيرة كلها سوا. الرئيس يعني مجاله تحية، الرئيس أنطوان، انا وياه زملاء بالكلمة. مرة عمل لي نشيد وطني، هو لحن وغناه سيمون عبايل. ايه كتير حلو، انا بحيي للريس والريس الشاعر حساس ومرهف. اكيد اوقات بقعد انا وياه، فكرك ما بيزعل انه على الكثافه؟ هلا ما في يعمل شيء هلا، بس قبلا يا ريت مش بس منطقتنا الزلقه، كنت تروحي على انطبياس ريحه الافندي. صح، بالفعل هيدا تراثي كذا، انا بسميه زيزفون. كنا لما يشم ريحه زيزفون لما يطلع النسيم هيك. هلا هاو ما بتلاقيهم الا بالضيعه. هلا الضيعه ليك الضيعه نوعا ما بقول المدينه اثرت على الضيعه من ناحيه العقليه. يعني ابن الضيعه لما اجت الحرب واجى لهون تغيرت عقليته، حتى عقليته تغيرت. بتلاقيه بدك تنكزيه ليطلع على الضيعه. انا ضد الشيء.
أنا بقول يا ريت تضيع مهما كانت بعيدة يقر فيها أبنائها، لأنه هن اللي بيعملوها هي بده يعملها 100%. إذا أنت من غير شر بشري وفلوا كل بشروية من هوني، كيف بدك تضلي تخلي حياة تخلي صح. الأرض حلوة 100%. معك حق، يعني يمكن لأنه الواحد كمان اليوم بيضطر أولاده بالجامعات، بيضطر ينزل على الشغل، بيضطر غيرت يعني الحياة، غيرت الحياة. بس يعني لو الدولة مثلا مأمنة مثلا تعمل مؤسسات حلوة ومعامل ومصانع شو ما بدك، في كتير اشياء فيك تعمليها. صناعة زراعية، صناعة زراعية مثلا ابن جوار او ابن بشار اللي بيعرف انه هونيك يا خي مأمن حياته وكل شيء، بيقول لك ليه يا سيدنا بدي اجي على بيروت وقعد بالعشاء ساعة أو ساعتين. ما هي بتريحك نفسيا 100%. ضايعة مش بس لأنه ضايعة 100%. اليوم رح نحكي عن هون الدنيا قصائد لبنانية، وتخبرني قد ايه أخذ معك وقت؟ والله هيدا أخذ له شي سنة يمكن، مش كله كتبتهم ورا بعضه، بس في أوقات أكتب وأوقات بتعرفي الشاعر ما بتعرفي أي ساعة بيكتب 100%. إيه بس كنت أكتبه هيك من قلبي، يعني عم بكتبه كأني أنا عم عيش، وهذا أنا الكتاب يعتبر صح. والحلو بالكتاب يعني أنا بدي أقول للمشاهدين نحن رفقناك وقتها أول كتاب هدير الشعر، وكنا معك واستضفناك أصلاً بعدة حلقات من بعدها. نعم. بحبه بكتبك إنه بيخلص بنهار أنا معي، مش إنه واحد بي هو مثل ما عم تتفضلي بده ساعتين، بده ساعة ساعتين رواق، لأنه بسيط يعني ومنه معقد وقريب للناس وقريب. والكل بيقرأ بيفهم، يعني مش متفلسف إذا بدك للغة العربية اللي بتحسها تقيلة على السمع وعلى القراءة للي عم يقروا، وحتى الولاد الصغار فيهم يقروه برياحة وبيوصلوا المساج 100%. أنا اللي بحبه اللي بحبه إنه أول شيء عملته بفرح، انت عاملين بفرح، هذا بيزرعني كالفرح اللي يغلي، هذا لإلي يعني بنبسط انه عملت شيء. تاني شيء بنبسط اكثر مثل حضرتك عم بتقولي لما تقري لي كتابي قديش انا يعني هالكونتاكت انا وياك، هيدي اهميه الكلمه صح 100%. والا اذا انا بشتري كتاب احد الشعراء وكبه هيك مش حلوه 100%. لانه بدي اقرا فيه يمكن ما يعجبني يمكن احطه على جنب، بس التواصل خاصة بالأيام هيدي بتعرفي معش حدا يقرأ، هالتواصل بيني وبين اللي بيخد كتابي مثلا هيدي شغلة مهمة جدا، لأنه كمان الكلمات قريبة ما قالهم بتفوت على القلب، يعني بتحكي كل شخص بمحل معين بزبط. والقصائد كل واحدة أحلى من التانية، يعني أنا هلأ شوي في الفشل تحت الهواء مثل العادة كتبك بتجنن. شو بدنا نسمع أول شيء؟ بدي سمعي هون مش هون الدنيا أجواء عشرة عمر. أنا كنت بدي سميه عشرة عمر بس لأنه مطروق هذا العنوان كذا، يعني في شيء أكثر صح. إيه في حكاية عمر وكذا، رجع طلع معي هون الدنيا، وفي قصيدة هلا بسمعك إياها عن هون الدنيا. يعني لك شو بقول؟ يا جوارنا الحلوة صورت بقعة رب الدنيا شعة ورا شعة وكحل جمالك بشذا الوزان، وحب بدلاله ينقعك نقعة وشو مرجحك بالجرد فوق تلال تحسبوك من السما رقعة، يا جوارنا يا معلقة عشبال عشرة عمر انت وانا رفقة، بحبك تلج يهدى عكتف الشال بحبك لانه ريحتك سقعة. حلو حلو كثير. يعني هذا الانطباع عن الضيعة كعشرة عمر انا وياها صح. بالفعل قلت لك الضيعة حنين للشاعر فيها، لأنه معالم أثرية فيها العادات الحلوة القديمة. لكن هون حتى بقول عن 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 المغتربين صدق. هيدي بتنطبق يعني على كل ضيعة بعدنا عم نحكي. بقول لهم بكرة رجعوا عم طل ضيعتكن وبوسوا الأرض اللي ربتكن وشموا عطر زقة كوانين مواسم فرح بكت أغيبتكن وغلوا بصدر الأم يا حلوين جوا الصدر محفور صورتكن. شو حلو. الحلو عميد كمان بكتبك إنه بتشوف صورة قدامك، يعني أنت عم تحكي أنت عم بتقول الشعر وأنا عم بسمع بس عم تخيل صورة قدامي، يعني هيدا الحلو، هيدا اللي بيوصل بسرعة، وهيدا اللي إذا بدنا نقول الناس بتفتش عليه وقتها تشتري كتب. انا مثلا اذا بدي اشتري كتب هيك يعني بروح على الكتب يلي عن جد بتحكيني من جوا وما ازهق، مش انه مثل كأنه واحد مجبور يشتري كتاب او يقرا كتاب بقى. حلو الواحد يشوف صوره قدامه. هلا ليه اللي عم بيكتبوا عن الضيعه
ليه أولك؟ ما بعرف. مركزين على المدينة. يمكن لا إنه الحضارة صار عم يخدم مضيع وذاك والله اللي بيعطيك يعني نعمة الكلمة منا هاي منا مسحة. مرة واحد عالم فيلسوف قال لي يا سيدنا يا ريت بتاخد كل العلمات وباخد النعمة عندك. ليك شو مهمة؟ إنه منا مسحة إنك تكتبي اليوم عن ضيعة، تكتبي عن تراث، تكتبي عن لأنه العالم بحبوا الأشياء بتعني له خاصة العيشة. شو لك هلا هذا جيل اللي له وزالي بصير يضحك بقول لك شو معناتها؟ لأنه نفتقد إلى ثقافة الأرض، ثقافة الشجرة. واليوم مسؤولية الأهل كمان إنه يربوا هالولاد على حب الضيعة وعانتمائهم للضيعة مش إنه بس ولادنا حلوين ونضاف ومرتبين، حلو كمان يلعبوا بالوحل ويطلعوا يقطفوا تفاح ويجوا حالهم ويلعبوا بالتراب. حتى يعني الناس هلا مثل ما بتعرف أنت بتلفنوا لك بيقولوا لك عزمينك على عشاء قروي. ما بيقولوا عشاء إذا انتبهت. عشاء قروي. ليه؟ لأنه عندهم إنكونس يا مو حنين للضيعة. حنين للبنة، صحيح عم ياكلوا لبنة بس ما تفضلتي كانوا يقعدوا على الارض ويحطوا البندورة والكشك والزيتون والاورما وكل شيء، عرفتي كيف؟ هالشيء حتى الصبحيات لما تروح تعملي الصبحية شوف هي الصبحية 100% يعني اكل طيب. مرة الله يرحمه الاستاذ وديع الصافي طلع مرة حضرت له انا فوق قديس وخوري مهم مشوار الحاج، كان اسمه بولس الحاج بطرس من الاصوات المرعبة. نعم. كان عمري 13 سنة حضرناه لهم قديس ماروني ولا أجمل إن شاء الله شي نهار مرق لك الشريط تبعه. يلا بتمنى. هيدي سنة 63 كان عمري 13 سنة أنا. أستاذ وديع مرة عم قل له يا أستاذ وديع يلا بدي أعزمك على جوار الحوض، قال لي يلا عشي بايتاين فخارة لك لذيذ كيف اللي بيحكيك هيك أشياء طبستي أنت 100%. هيدي مهمة كثير. حلو. ويعني يلي بيعرف عن جد قيمة ضيعته وبيعرف يحافظ عليها وبيعرف ينتبه انه هيدا لازم تخلد للأبد، يعني مش انه نحن اليوم اذا عنا ضيعة وبيت حجر نروح نكسره ونجيب محله مثلا بناية 10 طوابق، بيسوى انه نحافظ على التراث بهالاشياء الصغيرة يلي عن جد يقدروا ولادنا وولاد ولادنا يعرفوا انه في شيء كان اسمه ضيعة، لانه ما حدا للاسف اليوم كثير قليل عم بيقدروا يعرفوا ولادهم شو يعني ضيعة ويخلوهم يختبروا الاشياء. التواضع الارض بريوريتي والفلاح اهم كمان. صح. انا بوقف لما بدي اعمل تراصف بنقول له الجاج وحط الفلاح قبلي بمسافات، تساليني ليه؟ لانه الفلاح هو اللي عم يتعاطى مع الارض. الارض هي اللي بتهزبك، الارض انا بقول هي بتقربك لربنا. من هون لما بيجي واحد حرام رجال ختيار بالضيعة بيموت بيجي ابنه هيك ببيع ما بيعود يعمل الارض ببيعها هيك على الهلة مثل ما بيقولوا. طيب هيدا عم تقضي على الوطن انت، الوطن بشو؟ بارضه بشعبه. وقلت لك هيك الساعة انه الارض عندي اياها كثير مهمة. من هيك مثل ما عم تتفضلي اذا ولادك يا عمي لو بتربي عندنا وزارة التربية بتعمل له الساعة بالحقلة كل ثلاث ايام مرة مثلا، ما بعرف ليه اخر همهم اخر همهم. من هيك بتخافي عن وطنك انه ينباع بابخس الاسعار؟ صح. ينباع هيك دون مسؤوليه. يعني اليوم عن جد في مسؤوليه على الاهل وفي مسؤوليه على اذا بدك الدوله انه ترجع تحبب هالناس بارضها وتمسكهم يكون اكثر بالارض، لان اليوم بتحس هالشباب بتكبر بتتعلم بتسافر ما حدا بحس حاله مكمش بارضه وببلده حتى لو في فرص عمل. يعني في شغله انه الضيعه رمز للاخلاق ما تاخذني للقيم للمبادئ. بتعرفي بالضيعه كانوا يقولوا العوني، شو معنات العوني؟ يعني انت عندك تصويل قمح بده يعملوا القمح يجوا كلهم يساعدونا، عندك بدك تبني دار بدك تبني صلصة لك شو حلوه العادات عطف التفاح مزبوط يجوا كلهم. نحن بعطف التفاح كان مهرجان كان اسم الله يطلع عنا شي 4000 صندوق يجي يوقفهم مرحوم بي ينبش عطفيرهم للبنات اذا طوال يعني عم تشرح التفاحه البيضه. وكان في عندنا مثلا كنيسه مريحنا بعد على السلام كان في شجره من كل واحد يخصصها يبيعها ومتنقل يخصص مصرياتها لمريحنا. لك شو العادات الحلوه. كان في كبير بالضيعه يحكي خلص يسمعوا منه. اليوم يا ست رنا ما بعرف شو للاسف تغيرت العالم. شو لكان تغيرت. يلا سمعنا بعد بيدر عبده. هيدا كنا نطلع نبقى صغار نروح بتعرفي انت ما لحقت البيدر كيف؟ لا ما لحقته بس مثل الطاولة هو البيدر. يبقى عليه مورج يعني خشب
خشب يعلقهم بالفدين عشان لك اللي بيحصد القمح اللي بيدرس القمح بيقولوا درس القمح. ايه وكنا نحب نطلع على المورج نحن ننبسط انه عم نعمل كزبوره انه الفدين عم يبرو فيك شغله. ايه بيدر عبده بيقول هو يلا اطلعوا يا اولاد بكرنا وينكزوا الغندور. الغندور اسم الفدين. المورج ملك يكرش عبيدرنا ونحن عخش بندور. ومر الزمان وكبروا اللي كانوا صغار وفل عبده وبيدر والمشهور وما ضل غير ريحة قمح وغمار تغمر بقى يا حلمنا المهجور صورة قديمة للوجع تذكار وخيال دوري على الحجر محفوظ. الله حلو حلو كثير الذكريات لكي حتى خيال خيال العصفور بعده براسنا. صح. حبيت الصور مثلا حاطت صور نعم بيدر ايام زمان حاطت متلت عم يشيلوا عرق. ايه حاطت صورة امك وبيك وحاطت صورتك مع ال مع الضيعة. اذا شغل فيها ناخد الكافر وناخد شوية صور كمان يعني ايه تينة بي تينة بي هيدي حلوة كتير. تينة بي رح قلك هي عايز صفحة معي 46 تينة بي شفت الصورة 46 هيدي التينة قدام البيت كان متوفي المرحوم بي مش من زمان يعني مش 10 سنين. نعم. امت هيك لقيت عم بتهرهر كتير هيك قدام دار امت بدري كيف بدري شو لعب براسي تقصيتها زعلت زلت كيف قصة هيدي من بي انا ما بحب قص شجر الا اذا يبست او شيء هيك دخلتها بهالقصيدة وقتها بعد سنة سنتين ما بتشوفيها الا قبت الشجرة وطلعت رجعت هلا صارت احسن من قبل. لك شو بقول قصيتا وقالوا لي خطي قصيتا وقالوا لي خطي كان فيك تصبر لانه شوية بكتني وبكت أصحابي وبكت كل الحب والفي لكن صدفي بعرق النابي رجعت قامت من دون مية بعدة تشمخ حد بوابي وريحتها من ريحة بي. الله يعني حتى لو قصيت رجعت طلعت. ايه طلعت إرادة الحياة. شو قالت لي شوف نحن رجعت لعبت كان يقول لي المرحوم بي إذا بتجرحها للأرض تصور بتجرحها بتضحك لك. ايه عن جد هيك بتضحك لك الشجرة احكي عليها وبهدلها ومدري شو ما بترد بالعكس ما بتحكي عنك. حلو كثير في ذكريات حلوة بهالكتاب. ايه بدي سمعك وحدة إلا يا ويل عيونك. في غزليات كمان يعني. يا ويل كيف كان الكاس يسكر من خمر جنونك وإن ما جيتي على القداس حسه ناقص من دونك ويوحنا المقطوع الراس اطلب منه طيصونك وانسى كل عيون الناس ولا مرة نسيت عيوني. الله شو حلو. فيها مساج انه قبل وين كانوا يشوفوا بعض ومشاركين عفاك بالكنيسة بالكنيسة يلحقوا للبنت ويتعرفوا وين بيتها ويجوا لك هيدي هوني معصرة سلال العنب كنت صغير هيك رح اتفرج عليهم شو حلو عرس هذا رح يبقى سلال العنب ما اجملها حبوبة ذهب ومعصرة ورجال لما بتسألها بتجاوبك كيف الحيطان معمرة وكيف الجرن يقطر حلا وخلقين شي انه انتلا يرقص على نار مجمرة. شو حلو حلو. ايه بدك تسمعي بعد ايه مطروبة انا اليوم. هون الدنيا يلا ايه سميتها رجعت شلت عشرة عمر عطينا هون الدنيا بلا لوحدي مشي معي عاجرن ما بيعرف حدا حلو عتلال وج الصبح وعاها الندى عمطرح اللي ربنا بينسوا الجمال ونفناف ابيض هيك يشلع على الهدى حلو مشي معي عمعصرة عدالي عصخور عريانين عمشحرة عسائي عجوء تحساسين عسندياني معتقى عناس من سيين هون الدنيا يا حلوتي شم الهوى وتعمشقي بالغيم والشربين حلو
مشي معي وعيفي العادات البالية وتجنبي شرة وتفرجي عخدود مثل الورد محمرة عبيتنا المشروح فوق الشير عكرومنا الخيرات هقناطير مشي معي عجباننا الحرة مشي معي وتحرري مرة مرة حلو 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 روعة الله يخليكي روعة روعة هلا في قصيدة رح نخليها للآخر هيك سمعك هي ما بعرف وقتنا إذا بيسمع في وقت في وقت نعم هيدا اللي بده وقت هيدا اللي لازم نعطيه وقت الله يخليكي في قصيدة حلوة عن الفلاح كيف بعيش هي صفحة 108 هيدي أول قصيدة يمكن بلشت فيها مدري على السطوح ضيعتنا 108 قول عايش لوحده فوقيني تسمعك طيارة يلا وعايش لوحده بعيد عن هالناس في الدان يفلح تربته الخضرة كل ما بيحرد الفدين اوقات بيوقع كل ما بيحرد ينكزه بمساس يغني عتابة ويشكر العذرة رش البدار ينفض الأكياس والأرض تفتح لإله صدرة ما أروعه مجبول بالإحساس فلاح يوفي للأرض ندرة شو حلو حس كثير الفلاح بعيش هلأ كونك كمان أنت بتهتم بالأرض وبيي كمان بحسه بعيش كثير قريب من الأرض وقريب من الله لأنه بكملوا بعضهم بحس عارفي أنا فوت على جنيني بقول لهم صباح الخير للتفاحات بحكي جد إذا ما قلتها كيف كان موسم التفاح باللبسينج بقولها بقلبك والله ليك الموسم كتير حلو بس يعني بتأسفي على دولة خاصة وزارة الزراعة ما بتروح تسألوا العميد شو معنات تفاحة شو معنات هي تفاحة انت شو بتدفع على التفاحة شو بتتكلم انا عيب احكيهم عم شيلهم عن عائلتي تما يبس الشجرة لانه هيدي ذكر من المرحوم بيي وذكر من ارضنا الطيبة شو واحد بيطلع بيقلك من المسؤولين يا عميد تعال نشوف شو عملته شو كذا شو بديني بس صار في مساعي هلا وعم يعملوا احصاءات بالضياع ليك يا راسي رح يعوضوا بس عم اقول لك قد ما يعوضوا 100% انت بتتكلف كثير يعني انا برش 6 رشات كل رشه 600 700 برش اسم الله 20 برميل اسم الله انه طلع عندي شي 800 900 صندوق كتر خير الرب انبسط فيهم ولو ما حملت جنينه بدك تعمليها هون عظمه الارض بيشتغلي والله ليك السنه كيف ما عطتني مرحله كنا اوقات ما تنضرب بالبرد نضل نقول نشكر الله صح. لازم الانسان يضل يقول نشكر الله مش بس على الزراعه كل الناس اللي بيشتغلوا بالارض بيشبهوا بعضهم عفوا لانه يكون عندهم هالنفسيه الحلوه وهالقرب من الله لانه بنشبه الارض صح. مره عم بيقول لي واحد على سيره الكتاب قال لي بتقول لجوار الحوض ضيعت امي الحلوه دهلك مين الحلوه؟ قلت له انت شو بتقول؟ قال لي أظن الأرض الحلوة جوار الحوض قلت له إيه قال لي وإمك قلت له أمي بتشبه ضيعتها شو حلو إيه بيناتهم حلوين يعني لكن خطيارة يلا أنا. كلنا بنخطير تحت العريشي تحت العريشي بكوخ هالمعزول بإيدها كتاب ومسبحة تصلي وتشرين شهل شهل عجل يعني أنت بنت ضيعة بتعرفين هاو ضبط المحصول جر حالة دويك هتملي مدري العمر ما عاد عنده قبول مدري لوحدة ناطرة الفلة اوف شو حلو شو في منه هالمشهد بالضياع كتير في كتير في منه هالمشهد اخرة يعني ان شاء الله ربنا تكون اخرتنا منيحة صالحة يا رب لكل العالم يا رب ايه شو حلو العرزالة بتعرفينها العرزالة كيف ولاو ليك هون شو بقول معلق بين السنوبرتين هو بينعمل بين السنوبر صح معرم عن طل النهرين نيالك يا هالعرزال لعكتفك قعدوا بريئين نسماتك لهت الوزان الوزان اللي بيتنفس نسماتك لهت الوزان سهراتك ملف القلبين فينا صوب الغيم انزال وطير وما تسألنا الوين الله الله كتير حلو عن جد كتير حلو هذا من ذوقك يعني روعة وكل ما نسمع يعني بنرجع بنحب نسمع أكتر وأكتر برجع بقول هيدا دليل قد ما الكلام قريب وقد ما الصور حقيقية
يعني مش واحد عم يخترع شيء، الصور حقيقيه عايشه وعم تنقلنا شو عاشت لانه نحن كمان عايشينهم. مظبوط، انت بنجرب وعيش القمر من عشيه يا بجنن، خاصه بيطلع عندكم امريكا فوق الجبال الحلوه قول بعد القمر كان القمر عطلان لا يسهر يدلق ذهب من معدنه الاصفر. حلو. عم اسمعوا يتهامسوا العشاء يتواصلوا ويحلى العشق اكثر. حلو، رزق الله عليك الايام. وينك يا جبران؟ خلي جبران وينك يا جبران اللي كان يسهر وسلمى كرامه بالاجنحه المتكسره. بالفعل على القمر عم اسمعوا يتهامسوا العشاء يتواصلوا ويحلى العشق اكثر وبعده القمر لا ضيعتي مشتاق يكرج على درب العين والبيضر يكتب مراسيل يرمي وراقب ليله الحلو طا يخلص الدفتر وينسحب عمه كل ما فاق يزرف دمع والدمع يتكسر ويفارق الضيعة وعوجع الفراق يعلق فيال وبخلف هالأخضر. الله، خلف هالأخضر هون يلي ما بيعرف شو معناه خلف الصنور. صح، شو حلو. ليك صور، كله صور يعني هالكتاب عن جد روعة. يعني بشكر ربي بالفعل مجددا انه اعطاني النعمه يقول انا بلا المرتي مني انا كمان لاكتب على القداسه والشهد. هي كثير مهمه. صح. نعم. شو بعد بالاسم؟ ساعه وثلج وشتويه. وينك يا جرد حلوه ليك هوني، وينك يا جرد كمان. يلا بدك اياه كله حلو. قول يا جرد بعدك حلو يا جرد، مين قال مش بعدك؟ شمخة جبالك بتلجك برعدك ولو شوهوا فيك الحلا ما تخاف تبقى الحلا وما بتنكس بوعدك. شوف هذا الجرد يا ستنا، احلى شي الجرد. ايه رح سمعيك قصيدة هون بحبها كمان. زهرك اصفر شو بيلبق لك؟ انت لابسة كحلة هلا مش هيك؟ صعبة. يلا. شو بيلبق لك لون الكحلة؟ انت كل الالوان بتلبق لك. خلي لي تطور عمي. شو بيلبق لك لون الكحلة من دونك مش حلوة الرحلة؟ والكحلة العرموش عيونك دخل عيونك شو هالكحلة؟ جن علينا وين جنونك؟ انت الزهرة ونحن النحلة. الله حلو حلو حلو، يعني منوع مش بس انه قصائد. انت في غزل ايه انت لحقتي صاج ولا ليك شو بنقول هون؟ بالفعل اوقات بمرق على ضيعه بالايام بقول له عندكم بعد صاج؟ بقول لك لا. بقول لي لا، بقول له هي مش ضيعه وحياة الله. ايه لانه يا الله ريحه الخبز كيف تبقى والتنور والتنور مش حقيقي من التنور بس بعرف عنه كثير. وحمل الحطب كنا نزق لها المرحومه امي مجنينه تجيب لها حطب جمع عنا جمع عن جارتنا يخبزوا وزق المي وكله بركة أنا نحن زقين تعمرنا بيتنا فوق ما كان في مي. زقيت أنا وخيي زقيت لها المي لعمر البيت على عربية رصاص بتصدق أنا. حلو. ورصاج وحطب نقعد سوا مش فايقة صاج وحطب نقعد سوا مش فايقة صاج وحطب وشعرك حبل مشدول جدول اتقصب وعيون حلوة ورايقة تقطر لهب ما أطيب الطلمة هي ومارقة وهيصة خبز والخبز عم يقلب الدهب. الله شو حلو. وهيصة خبز والخبز عم يقلب الدهب. حلو حلو كتير. الله يخليكي. هلأ هون حابب مش إنه قبل ما أخلص أو ما بعرف هلأ رح أقلك بعد قصيدة يمكن كترنا عليكم. ابدا بالعكس انبسطنا نحن كل شيء بيزيد علينا وبكون بكون اضافه للمشاهدين. نحن مستعدين نفتح الهواء كل النهار. انا بحب الارض مثل ما قلت لك، ارض مرحومه امي وارض مرحوم بيي ونحن لازم نحب ارضنا تنعمل وطن. بالفعل يعني انا بفتخر اني من المنطقه من سيدي البوشريه، منطقه محترمه باهلها وبضيوفها حتى منطقة يمكن عشتها أنا لم كان فيها الخضار الحلو. كان فيها لم كان الضيعة إيه لم كانت السوائي كانت هالمي هالفريز ريحته حلو كتير الزيزفون هالكينة لم نسخن يروح مرحوم بي يقطف كينة بتعرف هذا للقريب بيقول له الحكيم
بالفعل ضيعه حلوه وفيها وبابنائها يعني سد البوشريه وجدايده والبوشريه ونحن بنعتبرهم منطقه واحده. كان ياخذنا المرحوم بيي يهدينا بايدينا وياخذنا من هون على الدكواني كمان الا الضيعه تنزور قرايبنا بيت وبيت. هيدا الماضي الحلو. بس العالم ما عادش عاجبها هيدا الماضي، ما عادش عاجبها. بدها تحكي حدا بزور حدا، بدها تحكي كل قرايبي، خلص قتلت العاطفه لمجرد عم تعملي لي الو. ما عادش تشتاقي 100%. نحن امتى كنا نشتاق قديما؟ بنعرف بنت ما عندها رقم تليفون نخوت بدنا نروح نوقف حد بيتها لنشوف مثلا تطلع لها شي طلة. ليك شو بقول انا عن منطقتي، انا عم بعمل قصيده بدي كفيها، بقول انا ابنك يا سد البوشريه، انا ابنك يا سد البوشريه، ابن الارض والنسم العليه، فيك خلقت وطمختر ملاكي على بساتين طمرتها شهيه، يا ارض العطر ما بنسى شزاكي خضار وفي وسواقي هنيه، واجا العمران واجا العمران غير لك حلاكي ومحي احلام حلوه ومخمليه، ومهما بعدت ومهما بعدت ما برضى بلاكي، انت الاهل انت المرجعيه. حلو، تحيه لكل ابناء سد البوشريه. ايه ابناء منطقتي من القلب، لاني انا بحبكم كلكم وبتمنى لكم كل خير وكل سلام. وقبل ما بدي اشكر تلفزيون الصدى واشكر حضرتك واشكر المسيو شربي المخرج والمصور والشباب، انا انبسطت كثير باستضافتك، وانت رنا من الاعزاء، وانت بنت ضيعه كبيره بنفتخر فيها، انجبت جبران خليل جبران، وبكفي الارث تبعها هنوع علمنا، وبكفي الجنود، نحن جنود الوطن عم نستشهد كرمال الارث وكرمال الوطن الحلو. صح، وطننا كثير حلو لازم نتشبه فيه. صح، هيدا المشكله. صح، انا بشكر كثير ست رنا وبشكر المشاهدين وبحييكم، وبدي اقول القصيده بعد اذا حدا نختم فيها. تفضل. اكيد هلا عم بعمل شويه ديفرنس بين قبل وهلا. يلا. وينك يا ستي؟ كان عندي ست عفوقه، اما لامي اسمها جميله، كانت بحرب ال 1914 عندها معمل جبن أشقوان بجوار الحوض. كان عندي أجلي كدابة تحمل الحمل على ظهر الدابة وتمشي وراها 40 كيلومتر تتوصل على البرج، تبيع الجبنة تطلع الدابة. اليوم إذا بنمشي 30 متر سيدنا مدري شو بنا. صح، وينك يا ستي؟ هلا هي عم تحكي هون تقول الليلي مرق يسوع، ليلي مرق على الغطاس، يسوع ضوى البيت قوم اركعوا وتباركوا بالزيت. شو حاله؟ وصلوا معي يا اولاد، صلوا على السكات. بلا وينك يا ستي؟ وينك يا ستي؟ وين هاك العيد؟ وين الجرس والتلج على الارميل؟ فلوا يا ستي تغيروا هالناس وانجأ يجوا تا يسمعوا القداس، حتى التلج ما عاد ينزل بالشتي، حتى البكي ما عاد يا ستي بكي. لك فل الفرح، فل الفرح وتغيروا الضحكات وصاروا يا ستي غيروا الوجنات. فل الفرح وتغيروا الضحكات وصاروا يا ستي غيروا الوجنات، والمال صار المال رب كتار، ما عاد هم طفل او ختيار، هم الخليقة تجمل بحالة مو من الدنيا ما تشوفن عبادة. وينك يا ستي؟ تغيروا هالناس وانت بعدك انت. وينك يا ستي؟ تغيروا هالناس وانت بعدك انت، بعدك مثل ما كنت، لهون ضلك طل بوجوه كل الناس، مش بس على الغطاس ولا بس بالقداس، انت حبيب الكل. وهيك رح بالضبط. حلو، روعة، كتير حلو هالقصيدة، بتوجع بس. الله يخليك، لانه حط الاصبع يعني على الجرح. هذا بنشعر فيه يعني. فعلا ان شاء الله فعلا تغيروا، حتى يعني انت عم تقرا وانا عم بقول انه حتى ما بقى عم تتلج، كفايتها بعدك يعني. ان شاء الله شو بدي اقول لك، هال ان شاء الله ربنا يعطينا قد ما نستحق، و
وهالوطن إن شاء الله على العهد الجديد يقوم الوطن الحلو صح. ونعرف شو معنات أرض وشو معنات وطن ونقدر نحافظ عليهم ونخدمه بمحبة وبفرح صح. أنا بدي أشكرك كتير على وجودك معنا اليوم. كتير بحب وقتها تكون ضيفنا وبتشرف أنك موجود معنا وخليك وإن الله راد ناطرينك بحلقة تانية نحكي عن حفلة توقيع عن الله راد اللي رح يصير بأنطلياس ندعي هيك الناس تيكونوا موجودين معنا. بدي أطلب منك بس توقع الكتابة بآخر الحلقة وأكيد لكل المشاهدين اللي تابعونا اليوم بدي أشكرهم. أكيد بكرة حلقة جديدة وفيكم تحضروا هالحلقة على يوتيوب شانل. وبدي أشكر بآخر هالحلقة فولا بيوتي لاونج يارا زكريا على اهتمامها فيه وكاميليا ومحلات هاريز بلو. إلى اللقاء بكرة بحلقة جديدة.